الله دخيل اسمه ما رزقنا ولد لهلأ. يا أخي كل هالسنين كنت مدمر وعم تحلم بإياد حاجة بقى. أنت الله رزقك بولدين والحكي سهل عندك، بس أنا حاسس حالي مثل الشجرة الناشفة واليابسة وبلا سمر بهذا العالم. سالي فيك تجيبي لي كاسة مي؟ وليش لجيب لك؟ روح أنت وجيب. لأنه أنت الصغيرة وأنا أخوكي الكبير وكتير عطشان، روحي جيبي لي. أنا عم ألعب ما بدي روح. إذا جبتي لي رح تموتي؟ إذا ما شربت بتموت يعني؟ يعني الدكاترة عم يقولوا ما في أمل؟ لا ما في أمل أبدا. خديجة نفسيتها تعبانة، بس هي إرادة الله شو عمل؟ يلي عم يواسينا وجود ولادكن يلي بعتبرهم مثل ولادي. طبعا أخي عثمان أكيد ولادنا هن مثابة ولادكن، وهي هي الحقيقة. معك حق، هن ولادنا كمان، وشو الفرق إذا ربيوا ببيتكن ولا ببيتنا؟ المهم وجودهم. أخي قلي شو قصدك؟ يعني يا ريت تحكي بصراحة. حسن أنا وأنت إخوة مو هيك؟ أكيد. يعني عم قول ما عندي ولاد أخ غير إياد وسالي، وعم فكر إنه بلكي واحد من هالولاد بقدر أتبناه ويصير هو ابني، يعني أنا بصير أبوه. شو هالحكي اللي عم تحكيه أخي؟ أخي في كتير ولاد بدار التبني وما عندهم أهل، وإذا كنت متمني تجيب ولد كل هالقد تبنى واحد، وهيك رح تكسب أجر فيه وبنفس الوقت بتكون حققت أمنيتك بولد. مستحيل هذا الشيء، أنا بدي ولد يكون من لحمي ودمي. فهام يا أخي حسن، معقول اتبنى ولد ما بعرف أصله وربيه؟ يعني هالشي كتير صعب، يا بتمنى واحد من ولادك يا بضل كل عمري بلا ولد. حسن بعدين وضعكم المالي سيء، وبعرف قديش صعب انك تربي ولدين وتصرف عليهم، واذا انتو بتوافقوا على طلبي بدي اتبنى اياد وربيه ببيتي مثل ابني، ورح شيل كل مصروفه وطلباته لاخر عمري، مدرسته وتيابه واكله وشربه، واكيد جامعته ان شاء الله بالمستقبل. أخي شو في إلي؟ أخي شو صار؟ أخي استنى، وين رايح؟ استناني يا أخي. أنا بتمنى أن يكون أكثر من مجرد عم لإياد، إذا صار إياد ابني وأنا كنت أبوه يلي بربيه، بلكي على الأقل بقدر طفي نار حرماني من الأولاد. بترجاك لا تردني خايب. أخي لا تركض بسرعة، استنى. سالي روحي رجعي على البيت، فهمتي؟ استنى قلي وين رايح. أخي أمان استنى. ما عم قلك رجعي، روحي. ما بروح. سالي اختي يلا روحي على البيت وما بصير تلحقيني. لكن ليش عم تبكي؟ هلأ يلا روحي. ما رح روح لتقلي لوين رايح. طيب إذا قلتلك بترجعي؟ بس بتوعديني إنك ما تخبري حدا، يعني حتى أمي وأبي؟ أهم شي هنن ما يعرفوا، وعديني. بوعدك. أبي بده يعطيني لعمي يتبناني، يعني رح كون ابنهم من اليوم، ومشان هيك هربت من البيت يا أختي. ما بقدر أرجع على البيت، أهلي ما بدهم يعني كنت فيه، كتير صعب أني أرجع. وليش هنن بدهم يعطوك لبيت عمي؟ لأنه عمي ما عنده ولاد وبده ولد يتبناه، لهيك لازم روح هلأ. أخي بس لوين بدك تروح؟ لبعيد، بعيد كتير. يلا رجعي على البيت. سالي رجعي على البيت. ما عم تفهمي؟ ليش عم تلحقيني؟ روحي على البيت يلا. ما بدي روح. وليش؟ إذا أنت رحت بلكي عطوني لبيت عمي، لهيك رح روح معك. شو قلت أخي؟ بدك توافق تعطيني ابنك إياد أتبناه وربي؟ أخي بترجاك حاول تفهمني، أنا بدي ربي ولادي ببيتي رغم وضعي السيء،
وإياد وسالي رح يكبروا هن ولاد أخوك، وإنت بتعرف شو يعني إنه يكبروا الولاد بحضن أهلهم. وبترجاك ما تزعل مني. لا أنت معك حق، ليش بدي أزعل؟ لا تقطع أملك بالله أخي عثمان، خلي إيمانك كبير إلا ما يجي شي يوم، والله يكافئ صبرك ويكون عندك ولد تربيه بحضنك. الله كريم عثمان، وإذا حابب تتبنى ولد من شي دار أيتام خده ربيه ورح تكسب أجر. قلت لك بدي ولد من دمي ولحمي يا حسن، ما بدي طفل غريب، مع أنه ممكن يكون ولد بار وصالح. عثمان آغا، الطفل الصغير مثل الزهرة، كل ما صيته أكتر وتعبت عليه بيطلع صالح ومثل ما بدك. يا ربي شو هاد؟ سالي؟ إياد؟ سالي؟ يا ربي وين راحوا الأولاد؟ إياد؟ يا أولاد؟ يا سالي؟ يا أولاد؟ ابني شفت سالي وإياد شي؟ لا خالتي ما شفتهم. طيب إذا شفتهم قلن أمكن عم تدور عليكم وخليهم يجوا على البيت ابني. تمام؟ تكرمي. وهلأ شو بدنا نساوي يا أخي؟ لسا عم فكر يا أختي، اسكتي شوي. طيب ما فينا نلعب شوي؟ سالي نحن هلأ هربانين. يلي بيهربوا من بيتهم ما فيهم يلعبوا بالحديقة؟ طيب تعي. أخي يعني نحن بدنا نروح على مكان كتير بعيد؟ طبعا بيجوز نسافر وندور العالم. يا عيني بدنا نسافر ونلف العالم كمان؟ بس كيف رح نسافر؟ ما بعرف يا أختي. رح نركب بالباص؟ مستحيل، ما معنا مصاري، رح تمسكنا الشرطة وترجعنا على البيت. إياد تروح تلعب بالطابة؟ ما فيني هلأ. ليش شو عندك؟ يعني امشي خلينا نلعب. نحن بدنا نسافر، ما فيها يلعب معك، روح العب طابة مع رفقاتك. ليش لوين مسافرين؟ بدنا ندور العالم كله. شكلكم عم تحلموا كتير، رايح العب. إياد؟ يا أولاد؟ فران شوفي الأولاد مالهم هون؟ ما عم لاقيهم، من شوي كانوا عم يلعبوا بالحارة، صار لهم ساعتين مختفيين وما بين. طولي بالك شوي، هلأ بيجوا. كيف فيني إهدى ولهلأ ما أجوا؟ أكيد سالي راح تلعب بالحديقة وأخوها لحقها مشان يجيبها. كعك تازة، تازة الكعك. سالي انتي جوعانة شي يا أختي؟ لو سمحت عطيني كعكة. ليش ما عم تاكل يا أخي؟ مشان ناكل المسا ما معنا مصاري. بتضل بلا أكل للمسا ما بتجوع يا أخي؟ أنا بتحمل الجوع للمسا، انتي كلي. تعرف لوين رايح القطار؟ هاد مو قطار ركاب، هذا للشحن. يعني لوين بيروح؟ على اسطنبول. سالي تعي معي. لوين أخي؟ رح نروح على اسطنبول.
رح نركب بالقطار؟ طبعاً، أنتي جاهزة؟ سالي، إذا ما بدك فيك تضلي، شايفة هدول الحراس؟ هنن بيوصلوكي على البيت؟ بعرف مترددة بلا ما تروحي. يلا يا سالي، روحي. بدي روح معك. استنى أخي، لا تتركني هون. سكي إيدي. شو رح يصير هلا؟ مو قلت لك يا أختي رايحين على اسطنبول؟ وليش جايب لي هدول؟ مو طلبت جيب لك أولاد معلم، لهيك أنا جبتهم. ليش انت شايف هدول أولاد؟ شو غبي؟ قديش عمرك يا ابني؟ علي صوتك ليسمع هالتور. 15 سنة. سمعت قديش عمره؟ 15. وأنا شو طلبت منك؟ بين الثمانية والعشرة. لكن كيف بتسمي هدول أولاد؟ لك شباب يا حمار مو شايف؟ خدوهم من هون. ما لقيت أصغر، صار لي شهر عم دور. حطيت خبر بكل محل إنه المعلم بده أولاد بعمر 10 سنين، بس ما في. ما بدي 10 سنين، الظروف تغيرت، بدي 8 سنين بالكتير. 8 سنين؟ شكلك مو قادر تجيبهم، مو هيك؟ يا معلم، أنت بس عطيني فرصة، بدي وقت لحتى لاقي. لسه ما دورت برا منطقتنا، وبثلاث أيام رح أجيب لك ولد بعمر 8 سنين. بدي بنت. مو قلت لي ما بتفرق صبي ولا بنت؟ شو بدك تفصل على كيفك؟ بدي تجيب لي بنت عمرها 7-8 سنين بالكتير. يلا نقلع. منيح نفدنا. بدي أسألك، ليش عم يدوروا أولاد صغار؟ أصلاً صعب إنه يلاقوا طفل عم يشحد بهالعمر. مشان يبيعوه؟ لمين بيبيعوه؟ اسمعوني، إذا شفتوا بنت بعمر 7-8 سنين خبروني. حاضر أخي. تكرم أخي. برافو شباب، يلي بيجيب لي البنت له مكافأة 500 ليرة. امشي نروح. لوين أخي؟ مشان ندور على البنت الصغيرة. مشان 500 ليرة؟ ابني انت غبي شي؟ اذا اخو نهاد دفع 500 ليرة مشان بنت صغيرة، معناته المعلم قديش دافع له؟ اذا لقينا البنت يلي طلبها، ساعتها بتفاوض مع نهاد. شايفه قديش خايف؟ اكيد رح يدفع لنا شو ما طلبنا. بيدفع لك 500 وإلي 500. منيح؟ منيح، امشي. أولادي
سالي عفوا جارتنا شفتي لي ولادي هون شي؟ لا والله ما شفتهم. اياد سالي يا ولاد شفتوا اياد وسالي بالحديقه اليوم؟ لا خاله ما شفناه هون. يا ربي دخيلك وين رحتوا يا ولاد؟ وين انت رحت يا اياد؟ يا سالي شو بدك اخي؟ شو خايفه؟ ايه شوي. طمني لا تخافي لانه انا معك. اخي نحن هلا لوين رايحين؟ قلت لك رايحين على اسطنبول. وباسطنبول نحن لوين بدنا نروح؟ عن جد انت خايفه؟ رجعت كتير. خدي كلي هي انا مو جوعان. اياد اياد ابني سالي اياد يا اولاد سالي اياد شوي راحوا. لوين راحوا؟ ما بعرف. قالوا بدهم يروحوا المكان بعيد. مكان بعيد؟ ايه؟ وشو قالوا لك كمان؟ بدهم يسافروا ويدوروا العالم. بدهم يدوروا كل ايه العالم؟ ايه؟ يا ربي شو هالحكي. يا رب وإذا أنتوا بتوافقوا على طلبي بدي أتمنى إياد وربيه ببيتي مثل ابني، ورح شيل كل مصروفه وطلباته لآخر عمري، مدرسته وتيابه وأكله وشربه، وأكيد جامعته إن شاء الله بالمستقبل. يا أولادي يا الله وينهم؟ طولي بالك هلأ بيرجعوا. لا تقهر حالك يا أختي، راحوا مركز الشرطة وبلغوهم مشان الأولاد وهلأ بيجوا. يا الله يا الله وينه؟ ليكن اجوا. يا ربي مساء الخير. يا الله وين أولادي؟ وين اختفوا؟ شكراً. طمني إن شاء الله لقيت أولادنا. هلأ بلغنا الشرطة. ما بدي تحط خبر، بدي تلاقي لي أولادي حسن. طولي بالك يا أختي، أكيد بيكون عم يلعبوا هلأ بيرجع. لا كيف بدي طول بالي؟ كيف اختفوا؟ شكراً اهدي. بدي أولادي هنا نروحي حسن. شكراً. بدي رجعوا لحضني دخيلك. طولي بالك. ما رجعوا. شكراً. ما رجعوا. بدي أولادي. شكراً. يا لطيف. شكراً. 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 أخي كولونيا. لك شو صار؟ شكراً. سوك أخي. شكراً. ردي علي. شكراً. شكراً عم تسمعيني؟ شو هالصوت يا أخي؟ وصلنا يا سالي. لوين وصلنا؟ على البيت يعني؟ ما في بيت يا سالي، نحن هلأ باسطنبول.
يا أخي قديش كبير هالمكان؟ طبعاً كبير يا أختي، لأنه هي اسطنبول. أخي تشتري ماي؟ أخي تشتري مني محل؟ لا ما بدي، يسلموا. منيح جينا على اسطنبول يا أخي، مو هيك؟ أخي بتشتري مني محارم؟ حاجة تبكي أختي؟ رح تروحي حالك من الزعل، حرام ما بصير تعملي هيك، هلأ بيرجعوا أكيد رح يلاقوهم. طولي بالك وهدي أختي. بدي ولادي، يا الله يا روحي انتو، بدي ولادي ولادي يا الله. طيب يا اختي بدي ولادي، بس اهدي شوي روقي. حسن لوين؟ على مخفر الشرطة، بركي صار معهم شي. طيب وانا جاي معك. حسن اهدي يا اختي. وين ولادي يا حسن؟ وين ولادي؟ يا ربي يا الله يا الله رؤي الله ما يلتقوا. وين وين هدي يا الله؟ هدي رؤي يا قلبي بيلتقوا بيلتقوا. كلكم فهمتوا وين بدكم تبلشوا شغلكم؟ ايه فهمنا اخي نهاد. منيح، يلا روحوا. اركضوا. طلع علي، وين غلت امبارح؟ ما طلعنا كتير يا اخي، الشرطة بكل مكان. ايه هات الغلة يلا. وهذا شو لك؟ أخي ولا شيء، هدول شغل. ولا شيء قلت لي مو يا كلب؟ تعال نشوف بصير لك إيدك ولا رجلك؟ إذا عطبناك بتجيب غلي أكتر يا عمر أفندي. لا بترجاك أخرام أخي نهاد. توبي ليكو، اسمعوا أنتو الاثنين ولاد، هذا آخر تحذير. إذا اكتشفت إنكن عم تخبوا شيء عني ما تلوموا غير حالكن. إذا ما جبتوا غلي منيحة رح تترحموا على روحكن. أمرك أمرك. حاش تبكي مثل النسوان، لازم نلاقي طريقة لنخلص من هالظالم. وكيف نخلص منه؟ لازم نلاقي البنت يلي طلبها المعلم بأسرع وقت. أنا ما رح أعمل شيء. ليش؟ لأنه منكون السبب بموت الطفلة. فكر يا غبي، يا تنتهي حياة الطفلة يا حياتنا رح تنتهي. عم تفهم؟ شو قررت؟ قوم يلا. يا أخي أنا جوعانة. يلعن حظي. بدك أطعك الشارع يا حلوة يا أميرة؟ لا خالة، عم استنى أخي هون، رح مشان يشتري لي كعكة.
انتبهوا منيح وانتوا عم تقطعوا الشارع يا ابني، دير بالك تترك ايد اختك. شكرا خالي. ليش امكن مو معكن؟ هي هونيك ناطرتنا. وهلأ شو بدنا نعمل؟ بلغنا بكل مكان، بالمستشفيات ومراكز الشرطة بكل مكان. استني، لوين رايحة شكران؟ شكران حبيبتي اهدي، بدي دور على أولادي، رح دور شارع شارع وبيت بيت، ما رح خلي مكان بهالبلد. شكران ما أكلتي لقمة ولا نمتي طول الليل، إذا طلعتي رح يغمى عليك يا حبيبتي. بترجاكي تعي عدي وارتاحي. اهدي اهدي ارتاحي روقي. حسن أنا رايحة مركز الشرطة. ماشي أخي، إذا عرفت شي خبرني فورا. بدي ولادي حسن إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله. طولي بالك حبيبتي، حاجة تبكي روقي. أخي أنا كتير تعبت من المشي. ما فيك تتحملي شوي يا أختي؟ أعطيني إياها والله بقتلك. أنت بدك تقتلني؟ رح فرجيك شو بعمل. خلص بكفي، عملك رجال إياها يا كلب. لك بعد، رح فرجيك بعد. تعال لهون، لك شيل إيدك. رجعها هذا الولد. ما رح خليك تاخدك. لك هاي شيل إيدك. بعده عن بعض. شو عم تعمل لهون؟ ما معك مصاري؟ لا ما معي شي. شباب خلص شو بكون؟ لك بعد عنه. لا لكن شو هدول؟ طالع شو معك غيرهم؟ لا صدقني انا ما ضل معي غيرهم. ولك اذا لقيت غيرهم بحرقك هالمره. شو عم بيصير هون؟ عم اهلك كدي اختي كدي. شو عم تعملوا؟ لا انا بورجيك هلا. الشرطه يا شباب، شو هاد؟ الشرطه، اجت الشرطه يا شباب، بسرعه هربوا هربوا، اجت الشرطه يا شباب. اختي لا تخافي، انا معك اختي. أنا كتير خايفة يا أخي. لا تخافي أنا جنبك. أخي شبك؟ ليش عم ترجف؟ ما عم أرجف ماشي، يمكن لأنه أنا بردان شوي. شو عم تعملوا يا ربي؟ وين رحتوا؟ وين عم تناموا يا قلبي انتو؟ تعي اختي. أخي شو بدنا ننام هون؟ اسكتي شوي. ماشي.
كثير تعبانة. نامي هون. أنا جوعانة. بس نامي بتنسي الجوع. يلا تعي. ما في أي أخبار؟ إيه؟ يعني هلأ جابوا البنت؟ إيه؟ الله يا رب. إيه فهمت عليك. إذا وصلك خبر قلي. شكراً. عم تقول لأ بنت؟ خلونا وخلونا نروح نشوفها مشان الله حسن. يلا شكراً. البنت عمرها 4 سنين. فتشوا بكل الشوارع وما خلوا مكان، بس ما قدروا يلاقوا أثر لأولادنا. معقول ما حدا شافهم؟ ما عم صدق. كيف ما حدا لمح الأولاد الصغار؟ شو يعني شقت الأرض وبلعتهم؟ بس مراد شافهم بالحديقة وما حدا غيره شافهم. يا ربي دخيلك، أعطيني الصبر يا رب يا رب. قالوا إنه بدهم يسافروا حول العالم. معقول سافروا على شي محل؟ مين بيصدق هالحكي؟ كيف كيف شو خطر لهم يلعبوا هيك لعبة؟ داي يا أخي، عم يلعبوا السفر حول العالم؟ ايه أخي هيك قالوا لنا. معناتها سافروا على مدينة تانية. سالوا إياد مانن هون حسن. نحن عم ندور بالمكان الغلط. يا الله يا الله، وين بيكونوا راحوا يعني؟ يمكن بيكونوا راحوا على اسطنبول. اسطنبول؟ كل شيء ممكن. تعي سالي استنيني هون وديري بالك تتحركي خطوة. ماشي، بس لا تتأخر علي كمان. عفوا لو سمحت أخي. شو بدك؟ صاحب المطعم موجود؟ شو بدك من المعلم؟ حاطين إعلان هون. تعال. نعم معلم. عم دور معلم، رح لاقيها، رح جيب لك إياها خلال 3 أيام بالكتير. ماشي معلم. إيه فهمت كل رجالي شو يعملوا. لا تاكل هم، رح لاقي لك البنت. الله ياخدك ويريحني منك. سالي سالي اختي، انت وين رحتي؟ سالي انا هون اخي. خوفتيني عليك لما ما شفتك هون. ما بيصير تتحركي مرة تانية. ماشي ماشي. شو لقيت شغل اخي؟ ما لقيت. وليش ما قبلوا يشغلوك يعني؟ لانه عمري صغير، قال ما بيقبلوا يشغلوني من غير موافقة ابي. وانت شو قلت لهم؟ قلت لهم ما عندي اب. شو نسيان؟ بس نحن عنا اب. بعرف عنا اب، بس بده يعطيني لعمي يتبناني. اسمعني حضرة الضابط، رفيق ابني إياد قال إنه هن رح يسافروا حول العالم. أولادي ما ضاعوا هون، أنا بظن إنه بمدينة تانية. بعتقد إنه هن عم يلعبوا هيك لعبة. لنشوف. بلغوا كل وحدات شرطة اسطنبول وشرطة المدن التانية كمان، وعلى السريع. حاضر سيدي. عمي أنا أجيت مشان إعلان الشغل، بلاقي شغل؟ أنت صغير يا ابني، نحن ما منشغل أولاد بعمرك. عمي أنا بعرف أشتغل كل شيء. قلتلك أنت صغير، خود أختك وطلع يلا. شو بدك؟ أنا بتحمل لو سمحت. قلتلك روح من هون. ما قبلي شغلك؟ تعي خلينا نروح. لوين أخي؟ ممكن تعطيني كعكة يا عم؟
كلي بهدوء. أنا كتير جوعانة. يا أخي عن جد اسطنبول كتير كبيرة. بس نحن أكبر من اسطنبول يا أختي. شو قصدك يعني؟ لأنه نحن اثنين بس اسطنبول وحدة. يا أخي أنا بردانة كتير. طيب يا أختي بعد شوي منلاقي مكان ننام فيه. بس تنامي بغطيكي بجاكيتي هيك بتدفي ماشي؟ طلعي لهونيك هالمكان فيه باب مفتوح. يعني بدنا ننام هون؟ منشوف. تعي هلأ. المكان كبير يا أخي، منيح إله سقف بيحمينا من المطر صح؟ شكلنا محظوظين هاي الليلة. لكي في حطب هون، شوفي شوفي في ورق كمان، حتى في قداحة، حظنا حلو كتير. أوه. حلو الدفا. دفيتي ما هيك؟ ايه شو عم تعمل؟ دخيلك يا ربي، كن مع أولادي وين ما كانوا وحميلي ياهن من كل شر بترجاك يا الله. بعد عنهم أولاد الحرام يا رب، ما تأذيني فيهم يا ربي. وينكن هلا يا أمي؟ كيف فيكن تروحوا هيك وتتركوني لحالي؟ يا رب تكونوا لقيتوا مكان آمن تضلوا فيه يا رب. دخيلك يا رب يكون معهم وحميهم. الله يهديكم وتعرفوا ترجعوا لهون. يا رب صبرني. دخيلك يا رب ترجع لي هون بخير وسلامة. قلبي عم يتقطع غيابكم يا أمي. يا الله تلطف بقلبي يا رحيم، حاسة في نار بصدري يا رب. يا الله انت شايف وعارف وين هن اولادي، هلا احملي اياهم من كل اذى، احملي اياهم يا ربي من شر اولاد الحرام. الله يبعث لكم اولاد الحلال بطريقكم مشان يساعدوكم ويحموكم حتى نلاقيكم يا رحيم. يا رب يا رب احميهم يا رب، يا رب تكونوا بمكان امن يا رب. دخيلك يا رب. يا رب خد عمري ورجع لي اياهم سالمين، لا توجع لي قلبي فيهم وضرني فيهم يا رب. يا الله بحمدك وبشكرك على كل شيء، بس هالامتحان صعب كتير يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله 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 الحمد لله. شو عم تعمل؟ لا تخوف الاولاد. اي انت مين سألك؟ بعد هيك لشوف. انت شو اسمك يا حلوة؟ مبينة مرتبة ونظيفة. شكرا. بكفي، قومي ارتاحي بتختك، نامي شوي. يحرم علي ارتاح او نام قبل ما يرجعوا لي ولادي وشوفهم وضمهم لحضني.
لك هدول قطعتين من روحي ضايعين هلأ بهالبرد وما بعرف وين هن. تحالن هلأ. ما قلتي لي بعد ايدك عن اختي سالي. هربي بسرعة من هون. لك وين رايحة؟ تعالي هون. بعد عني اتركني روح من سكتي. هون سكتي لا تعيطي سكتي. اخرسي عم قلك اتركني. بعد عني اتركني روح. لك اتركني اخي. انت منيحة؟ شو عملت للولد؟ هو هجم علي ما عملت شي. اخي انت منيح؟ انتو طلعتوا اخوة؟ اسمع شو راح قلك. نحن ما راح نأذيك لا انت ولا اختك. والله؟ ولك انت اللي هجمت. لو ما نطيت علي ما كنت راح ادفشك. عال والله. وبعدين هاد المكان إلنا. نحن منجي ومنقعد هون على طول وما منسمح للغريب يفوت. مو هيك يا عمر؟ ايه بلا صح. امشي اختي. انت شو بدك منه؟ ولا شي. بس مين بتكونوا؟ بعد عن طريقي. أحسن إلنا إذا بتروحوا. أحسن ما تضلوا قاعدين هون بوجنا. بس هالشي ما منيح إلكن. هلأ الدنيا ليل وأنت معك أختك الصغيرة. أنت مجنون شي يا ولد؟ وين بدك تروح؟ أي مثل ما بدكن. روحوا تركوا. شو بدك فيه؟ أصلاً مو خايف على أخته. أي يمكن يموتوا من الجوع كمان. ليك اشتريت جبنة كمان افتحها. وين الزيتون؟ عم طلعوا. لك ما توقعتك تجيبون. لك برافو عليك خليت عشانها لحمة. عمار بعد لهم شوي شكله عنا ضيوف اليوم. تعالوا اقعدوا على هدول. صرنا صحبة؟ اكيد صحبة. شو اسمك؟ اياد. هاي اختي اسمها سالي. اهلين باختي سالي. وانت شو اسمك؟ اصلان. شكلكم هربانين؟ معلش تعطيني قطعة جبنة؟ أكيد طبعاً أعطيها لسالي لازم تشبعي. لوين؟ على الحمام. تروح معي؟ ما أغلظك. ليش بس هدول؟ ما قدرت بيع أكتر لأن الشرطة إجت وكان لازم نهرب وما عاد فينا نبيع بهداك الشارع. عم تجي الشرطة كل يوم. أخ بكفي حكي بلا طعمي ما بدي اسمع شي. بس نحن خلاص. خير شو بدك هلأ؟ لقيت بنت؟ قديش عمرها؟ معلم يمكن 8 سنين وما حدا عم يدور عليها مثل ما بدك تماما. شو قصدك انه ما حدا عم يدور عليها؟ شو يعني وحيدة ما عندها اهل؟ شبك ساكت احكي. مع اخوها بس كمان صغير وهنن هربانين من البيت. بس ما فيني جيب البنت اذا اخوها ما اجا معي كمان. جيبهم وتعال بسرعة. تمام معلم ما رح نتأخر عليك.
استنى لحظة. لا تاكلهم عمار، نص بالنص، نحن عم نشتغل سوا، لازم ناخذهم لعنده، والمصاري بالنص. هيك اتفقنا. اتفقنا. شبعتي اختي؟ ايش بعد بس بردانة. اختك بردانة؟ شوي. هي اكيد رح تبرد هون للاسف. قد عمرك يا بنت؟ 7 سنين. لساتك صغيرة كتير. إذا بدك فيكن تروحوا معنا على البيت. ليش أنتم مو عايشين هون؟ الحيوان ما فيه يعيش هون يا أخي، بس نحن منجي لهون أحياناً نقضي شوية وقت. يعني أنت عندك بيت؟ إيه طبعاً، أكيد ما رح نضل بالشارع. بصراحة مو بيت، مكان بناموا فيه الأولاد اللي بالشارع مثلنا. إذا بتحب فيكن تجوا معنا. حرام مشان أختك الصغيرة. مو حرام؟ طلع فيها. بس ما معنا مصاري، ماني حامل ولا ليرة. بسيطة، بتشتغل وبتدفع. يلا نروح قبل ما نتأخر. امشوا يلا. أخي بلا ما نروح. عمار، كأنه راح يصير برد كتير اليوم، امشي قبل ما نتجمد. يعني مو رايحين؟ شبك احكي. لا روحوا انتو. تصطفل ما رح ابوس ايدك. يلا تصبحوا على خير. دير بالك تنام بالليل. ليش؟ لان رح تموتوا من البرد. عمالك شباب استنى شوي. ما رح يجوا. بلا شوف. شو رح نعمل يا أخي؟ هاي وصلنا. خلينا نرجع. ما عاد فينا نرجع يا ساري. يلا امشوا. بترجاك يا اخي بلا ما نفوت، هالمكان مخوفني، وانا ما حبيت هدول الاخوه. لما عم اطلع فيهم عم خاف اكثر. اذا بتريد خلينا نروح من هون. بس ما عندنا مكان تاني يا ساري. معلش منضل بالشارع. ما فينا، الجو بارد. لا مو بارد، خلينا نروح من هون. طيب منضل اليوم، بكرة منرجع البيت. تمام؟ يلا تعو. يلا الله يجعله خير يا رب. مساء الخير أخي، بدنا منك خدمة. الجو بارد برا، وهدول ما عندهم مكان يناموا فيه. إذا بتسمح لهم يضلوا يناموا هون اليوم. ما في مكان هون، ما فيهم يضلوا. بس والله قلبي تقطع على البنت، حرام تضل برا تزعل. شكلها بردانة. شو اسمك؟ إياد. سألت البنت. سالي بتكون أختي.
بصراحة فيك تضل هون يوم واحد، هذا اللي فيني أقدمه. دير بالك حالك أنت وإختك. بيكفينا يوم واحد لأنه بكرة راجعين على البيت. عن جد؟ أخي نهاد، الولد عم يدور على شغل، فيك تلاقي له شي يشتغله؟ منشوف. عمي كون ممنونك كتير إذا بتلاقي لي شغل، بشتغل أي شي. لا تشوفني صغير وضعيف، أنا قوي وبعجبك. هيك بدي إياك. يلا خد اختك وروح وناموا بهداك المحل. يلا يا شاطرين. شو رأيك فيهن؟ مثل ما بدك ما؟ برافو عليك، صاير عندك نظرة بالشغل. بس الولد خطر علينا، بدك تنتبه عليه. كأنك عم تعلمني شغلي؟ شو مفكر حالك رئيسي؟ لا مو هيك. طلع فيني، بقتلك إذا بتعيدها مرة تانية. انتبه على تصرفاتك، أنا لسه ما متت. معلم، شو مشان اتفقنا مشان 500 ليرة؟ قرب لهون، ما رح تضحك علي، فهمان؟ فهمت شو حكيت؟ شفتني أخذت البنت للزعيم يا غبي ولا لسه؟ ها؟ لا لسه. معناها رح تضل مسكر تمك لوقتها، ولا مسكر لك يا أنا؟ ها؟ رح اسكت. هيك بدي إياك. الصبح رح كون هون مشان أخذها للبنت، ما بدي يصير ولا غلطة. أنت منيح؟ الله يلعنه شو كلب. شو قال لك؟ ما راح يعطينا المصاري قبل ما يسلم البنت. واحد حقير. ألو معلم، عندي أخبار حلوة إلك. أيوه هيك بالضبط، لقيت اللي بدك إياها مثل ما طلبت. بكرة الصبح بتكون عندك. يا رب تحمينا أنا وأخي وتكون معنا يا رب. يا رب تحمي أمي وأبي كمان يا الله. آمين. أخي رح نروح بكرة من هون مو هيك؟ إيه. ولوين بدنا نروح؟ رح نرجع على البيت سالي، بيتنا. يلا نامي بقى. أهلين أخي. البنت جوا؟ إيه أكيد. لازم نتأخر هون شوي لحتى يصير وقت الشحن. شحن شو أخي؟ رح نبعت البنت لبرا بالسفينة. سمعت؟ حلو هالحكي. طلع فيني، إذا صار أي غلط المعلم رح يقتلنا كلنا. لا تخاف يا أخي. شو مشان أخوها؟ إياد؟ لساته صغير. منيح لشغلنا، بكرة رح نعلمه كيف يصير يشحد. خلاص عندي يا أخي، اتركوا علي وراح أعلمه كيف يصير يسرق كمان. ما عنده سجل بالشرطة، رح يكون مفيد كتير إلنا. اسمعني منيح، لا تتهاون معه واضربه بقوة إذا عاندك مشان ما يرجع يعيده. مثل ما بدك معلم، نحن بأمرك.
تعال هون. فوت لجوا وخلي الولاد ينشغلوا بالبيت مشان ما يطلعوا لبرا، وقل له للصبي اني لقيت له شغل ورح اجي اخده بعد شوي. تمام معلم. ليك بقيت لك اذا صار له شيء للبنت. امرك. يا رب تحمي أولادي وين ما كانوا. شكرا. أنا رايح. لوين؟ عاسطنبول. ليش عاسطنبول؟ إيه بدنا نروح أنا وأخي لهنيك. تعبت لأنه ما عم بعرف وين أولادي. بروح على الشرطة على المشافي أو بالشوارع أو أي مكان فيني روح عليه ودور على أولادي فيه. حسن أنا رح روح معك. وين راحوا الأولاد يلي كانوا هون مبارح؟ عالشغل. شو بيشتغلوا؟ لا تهتم. عن جد هذا الزلمة بده يساعدني؟ بالمناسبة هو لقالك شغل عن جد. يا أخي أنت وعدتني إنه الصبح رح نطلع من هون. ما فينا نروح سالي، بالأول لازم نبلش شغل. قلت لي بدنا نرجع الصبح على البيت، ليش غيرت رأيك؟ لا ما غيرته، بس ما معي مصاري. نركب القطار مرة تانية، أنا بدي أرجع لعند ماما وبابا على البيت. خدني على البيت، أنا ما حبيت هذا المكان. وأنا كمان بدي نرجع على البيت. إذا حكيت مع بابا وقلت له ما بدك عمك ياخدك ما رح يخليك تروح. بترجاك يا أخي، خلينا نرجع على البيت. خلص لا تبكي، راجعين على البيت. أسرع أخي، سوق بسرعة. طيب قل لي لوين رايح باسطنبول؟ على أي مكان بالضبط؟ بكل مكان، رايحين ندور على أولادي عثمان. خلص نحن رح نرجع على البيت، فيك تخبر العم بس يجي؟ وشكر لنا يا لأنه ساعدنا وخلانا عنده مبارح. يلا سالي. أخي شوف وصل هاد العم لهون. رح نشكره ونحن رايحين. إياد وقف، لا تطلع من هاد الباب. ليش؟ طلع من هون وكون سريع، بدون ياخدوا ولا أختك. في باب ورا رح أخذكم عليه، امشوا يلا بسرعة. بسرعة سالي كده. يلا ما بعرف كيف اشكرك يا عم عمر. يلا روح من هون بسرعه. يلا كذي خلينا نسرع. بسرعه سالي. يلا اختي كذي بسرعه. يلا صار الوقت، فوت جيب البنت. جيب اخوها كمان. قلت لك بس البنت. عمار وين راحوا الأولاد؟ تركتهم هون من شوي وأنا رحت على الحمام. معقول يكونوا هربوا؟ ما بعرف، قلت لك ما كنت هون. الله يلعنك معلم نهاد. معلم معلم شو صاير؟ لحظة في مصيبة، هربوا الأولاد، فتت وما لقيتهم جوا. الله يلعنك، بتعرف شو عم تحكي؟ اسمع بتروح من هون بتدور عليهم، جيب لي البنت. يلا خليك انت. يا رب يكونوا بعدوا، يا رب ما يمسكون.
أخي خلينا نرتاح شوي. سالي لازم تتحملي كمان، اركضي. والله تعبت يا أخي. ما فينا نوقف، تحملي شوي. اركضي سالي، يلا بسرعة. فكر فيك تهرب. بعد عني اتركني سالي، اتركني اختي سالي، اتركني. شو بدك مني بعد؟ تركونا، شو بدكم منا؟ اتركني، فلتني، اتركني خلاص اختي سالي. شبك شكرا. مطولين لنوصل؟ وصلنا يا اختي، نحن باسطنبول. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. فلتني، اتركني، روح تركونا. لك اتركني، يلا تركونا، بعد عني، اتركني، فلتني. بس انا عمل لك، اتركني، تحرك وافتح الباب. اختي سالي ساعدونا، ساعدونا، حدا يساعدنا، ساعدونا، افتح ساعدونا. الباب. نروح نحنا؟ اكيد ما فيك تروح، روح جيب كحول طبي، بس يتخدروا من غطيهم. تمام معلم، كنت بتمنى لو فيني ساعدك. لا تضيع وقت. ألو، لا تأكل همشي، كله تمام، البنت بالسيارة، رح وصل بأقرب وقت. دق لبابا. 0584276126. بعد بعد من هون. خلاص بقى تركه، سكوت، خود هاد ولما يغمى عليهم خلصنا. بس بقى تركه بعد. يلا خلاص، يلا سكوت، أحسن ما أضربك. سكوت. صفر 5 8 4 2 7 6 9 1 2 6. صفر 5 8 4 2 7 6 9 1 2 6. امسك هاد. شكرا، ضلي بالسيارة إذا بدك. في نار بصدري يا حسن، ما فيني استنى دقيقة، رح موت. طيب تعي امشي. عفوا لو سمحت. استنى دورك. لو سمحت عطيني الشال الوردي، انا مستعجل كتير. لو سمحت ممكن استخدم الهاتف؟ ما عندي هاتف هون. طيب خليني استخدم موبايلك، الموضوع مهم لو سمحت. اطلع من المحل، يلا نلع. احسان بيك قال انه الموضوع مهم، بجوز يكون حياة او موت. وبلكي كان بده يروح ويسرق لي الموبايل، هذا الصبي عاطل جاي من الحي السرسري وبيضل يشحت. تمام. فيني احكي مكالمة؟ الو تمام اخي، رح سكر. فيني احكي مكالمة من عندك؟ فيك روح من هون. لو سمحت فيني احكي مكالمة؟ اذا بدك الله يخليك. يا جماعة بدي احكي مكالمة. عمي ممكن احكي تليفون من عندك؟ ما معي موبايل، ما بستخدمه. خير شو صاير؟ يا جماعة بدي احكي مكالمة. ليه غطيهم منيح حسن ما نوعى بمشاكل. نحن على الطريق، الأغراض معي.
معك هاتف؟ لا. ممكن هاتف؟ لا ما في. معك هاتف؟ لا ما معي. ممكن أحكي مكالمة من عندك؟ بدي هاتف لو سمحت. لازم لاقي. ما حدا معه موبايل؟ هي مكالمة وحدة كل اللي بدي اياه مكالمة. تفضل يا ابني بس بسرعة لو سمحت. شكرا كتير إليك. يسلموا إيديك. شكرا. 0584276291 شو كان بعدين 91؟ يا ترى 3-6 أو شو؟ 9-1؟ لو سمحت بسرعة إجا الباص. وين لاقي لك؟ تمام جاي. يلا يا عمر تذكر. يلا يا أخي بسرعة. الباص وصل يا أخي. لحظة دقيقة. هلا بيروح علي. 0584276691. خلصني يا أخي. يلا شو صار لك؟ 0584276912 لحظة. يلا. تذكر الدقيقة. لو سمحت أعطيني الموبايل. شو قلت لي اسمائهم؟ سالي حسن أمير وإياد حسن أمير. شو أعمارهم؟ سالي 7 وإياد 10 سنين. ابني الله يرضى عليك عطيني تليفوني لك وإجا الباص. بس احكي هالمكالمة. طيب ماشي بس هالاتصال. تفرج على هالملف بلكي بتلاقي ولادك. طيب ماشي. عفوا خد راحتك. عن اذنك شوي. الو مرحبا اخي. انت بتكون ابو سالي واياد؟ ايه اخي انا ابوهم. مين عم يحكي معي؟ شو قلت؟ وين ولادي؟ بترجاك تعال. حاولت اسرع. يلي خطفوهم رح يسفروا سالي. بترجاك تلحق. مين اللي خطفوهم؟ عصابه اللي خطفتهم وباعوا سالي كمان لناس برا. لمين باعون؟ ما بعرف لمين. اثنين مسكوها وحطوها بالسياره. ولوين أخذون؟ يمكن راحوا على المينا على السفينة. بدون يهربون لبرا. ماشي بترجاك لا تتأخر. طيب ماشي بترجاك تعب بسرعة. لحق أولادك. طيب يلا جايين. مسكين يا ابني ما كنت بعرف إنه هيك صاير. يسلموا. انتباه إلى جميع الوحدات في مينا حيدر باشا. أكرر للجميع استعداد الكل بتجوا للسيارات. أخي اجت الشرطة. يلا نهرب بسرعة.
انتبهوا على سلامة الأولاد. وقف محلك، لا تحرك، بسرعة انزل، بسرعة جيبوا الأولاد. يلا يلا نحرك. اختي سالي، بسرعة عمو اياد، خطفوا اختي سالي، تركوني. سالي 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 اياد ابني. ماما سالي اياد بابا. وين اختك يا عمري انت؟ خطفوا سالي يا بابا. لك بابا اخذ سالي لهونيك. سالي تعي حبيبي. بابا ماما تعي يا بنتي، تعي يا قلبي بنتي. يا عمري انت بابا حبيبي. يا قلبي انت حبيبي. بابا يا عمري يا قلبي. الحمد لله على سلامتكم يا قلبي. شكرا لك، بتشكرك من كل قلبي، انت انقذت لي ولادي. ولا يهمك اخي، نحن ابنا بواجبنا. هدول الاثنين خطفونا. ماشي يا ابني، القانون هو اللي رح يعاقبهم، تمام؟ في ولاد كمان حضرة الضابط، هنن ببيت العصابة. وعمر، عمر كمان هنيك، بترجاك انك تنقذه. ماشي ولا يهمك، اكيد رح ننقذه. الحمد لله رجعتوا لي بخير وسلامة. يلا الكل يطلع على السيارات. فتشوا ورا البيت كله. حاضر. وفتشوا كمان جوا البيت. اياد اخي عمر، سالي بخير؟ يا اخي عمر. يا اخي عمر بتشكرك، بتشكرك كثير. انا مبسوط انكم بخير. عمر انا بتشكرك من كل قلبي يا ابني. شكرا ابني، بفضلك انت ولادي رجعوا لحضني. ما بعرف كيف بدي كافيك. مين بيعرف شو كان صار فينا لو ما ساعدتنا يا أخي. المهم انقذوكم، أنا فرحان لأنك رجعت لعيلتك. وأنت رجع لعيلتك، لا تضل بالشارع يا أخي ماشي، لأن الشوارع كتير بتخوف. وما تترك أمك وأبوك مرة تانية ماشي. لو كان عندي أهل ما كنت ربيت بالشوارع. ليش ما عندك عيلة؟ لا. قبضنا على هدول الاثنين سيدي. خدوه على السيارة، على السيارة، خدوهن فورا على المركز وانتبهوا منيح. سيدي شو مشان رئيس العصابة؟ لا تقلق يا أخي، قبضنا عليه. يلا تعال يا عمر تعال. عفوا سيدي، تسمح لنا يكون عمر ضيفنا هالليلة؟ ماشي تمام. شكرا. ولا يهمك. يلا يلا تحركوا. ليك ما أحلى المنظر. يا أولاد كلوا عم أهلكم، شكلهم جوعانين كتير. لا تخافوا يا أولاد، ما عاد يقرب عليكم لأنه نحن معكم. ما بيصير الواحد يفكر يهرب من بيته، بس هيك الله راد. لازم نشكرهم لأنه بفضلهم المسكت العصابة. برافو عليكم يا شباب. فضل كله لأخي عمر. تحية كبيرة لأخي عمر. أنتوا أحلى عائلة، شكرا لكم. اياد نيالك على هيك ام واب طيبين، انتوا عن جد محظوظين بهيك اهل. الحمد لله اخي. ما عم افهم لهلا انتوا ليش هربتوا من البيت. صحيح قولوا لنا ليش، شو السبب، ليش خليتونا انا وامكن نموت اهرع عليكم؟ ما فيني اقول، خجلان كثير. انا رح خبرهم. سالي بابا احكي يا بنتي. بابا لأنه أخي سمعك عم تحكي مع عمي مشان أخي. وقلت أنا؟ شو قلت أنا؟ لأنك قلت لعمي مشان يتبناني، مشان هيك هربت من البيت. يا روحي أنتو شو صار فيكم؟ يا ربي دخيلك، كل هالشي صار بسببي أنا؟ يا ابني يا روحي أنت، هالشي مستحيل أنه يصير أبداً. لو سمعت بقى حديثي مع عمك كنت عرفت شو كان ردي أنا. لآخر العمر مستحيل اتخلى عنك، لا أنا ولا أمك منعيش لحظة واحدة بلاكن. عن جد بابا؟ طبعا يا ابني. يا سلام يا أخي، يا سلام. يا قلبي أنت. استني دقيقة يا أميرتي، وليش هربتي مع أخوك؟ مين زعجك؟ لما هرب أخي من البيت فكرت رح تعطوني لعمي بداله.
تفضل على هالولاد. طيب يا بنتي، معقول يعني الأب والأم يتخلوا عن أولادهم ليعطوهم لحدا تاني وهنن بيخافوا عليهم من النسمة؟ أمي كتير بحبك. قديش أنتم محظوظين، يا ريت لو كان عندي عائلة طيبة مثلكم. في إذا أنت بدك عائلة. عمر أنت حابب تضل معنا؟ إذا بتقبل بيتي رح يكون بيتك ورح يكون عائلتك طبعا إذا أنت بدك. أنا؟ يا أخي عمر بترجاك، يا أخي وافق لا ترفض. أخي عمر بترجاك خليك معنا. طيب ما بعرف. يلا يا عمر. شايفني مجنون لأرفض؟ مين ما بيتمنى؟ يا سلام يا سلام. مبروك أخي عثمان. شكرا. تعال لحضن أبوك يا أبني، تعال. شكرا يا أبني. ابني البطل. مرحبا فيك بين عيلتك يا عمر. الله يبارك لك فيه يا رب. أخوك عمر ما رح يتركك. ايه الله يحميكم. يلا خلونا نكمل أكل. وأنا هيك عم أقول. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.